أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر. يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبروزة، هل هذه الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع؟ هذه الصور مما لا يجوز، قد نبه ولاة الأمور على ذلك، ونسأل الله لهم التوفيق. نصب الصور في المكاتب والدوائر لا يجوز ذلك، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة للشرك، لأن كثيرا من الشرك من الدول غير المسلمة ينصبون هذه الصور في الميادين في المحلات التي يريدون، ويخشى منها أن يقع بها الشرك بعد حين. وهذا قوم نوح، قوم نوح جاءهم الشيطان لما مات فيهم 4-5 صالحون وكانوا على التوحيد، فلما مات فيه 5 من الصالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوذ ونسر دس عليهم الشيطان، لما رأى حزنهم وبكاءهم عليهم دس عليهم الشيطان وقال صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا عباداتهم تذكروا أعمالهم، فصوروها ثم قال لا نتعبدهم من دون الله. نسأل الله السلامة. فلا يخشى من هذه الصور طول الأمد أن تعبد من دون الله، ولا سيما عن جهل كثير الناس، ولا سيما مع حب الدنيا وكثرة الحرص على التقرب إلى أهلها بكل وسيلة. فالذي نعتقد أنها لا يجوز نصب هذه الصور في المكاتب ولا في الدوائر ولا في الميادين، والواجب على ولاة الأمور رسالتها، نسأل الله يوفقهم لذلك وأن يعينهم على كل خير وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.